مش قادر اوصف لكم مدى الجمال ومدى استجابة الجماهير. وده فريق انجولا، الحكام من تونس رشيد بن خديجة والمصري وجديرة احمد شوبير لحراسة المرمى، هاني رمزي واشرف قاسم وفوزي جمال لخط الظهر، محمد عبد العظيم واسامة يوسف ومجدي طلبة واسامة عرابي لخط الوسط، احمد الكاس وحسام حسن وايمن منصور للهجوم. ده رشيد بن خديجة حكم اللقاء. زي ما حضراتكم عارفين في 8 مجموعات او 9 مجموعات، اول كل مجموعه يطلعوا لنا 9 فرق وياخد عظيمه وماشي، عظيمه هو جول وماشي، وبينيه ايمن منصور وماشي ايمن ويلعبها في الشمال الناحيه الثانيه وجده بره ضربه مرمى الانجولا. فوزي بيلعب في الشمال، هاي يا فوزي اسماعيل واوفر من الناحيه الثانيه عند اسامه وتنط واحمد، واحمد كاس بره مش ممكن. اشرف قاسم هيلعب الضربه الحره المباشره وعملها اوفر حلوه، وايمن منصور بدماغه بره. الجهاز الفني والاداري لمنتخبنا وادي الكابتن جوهري، وتاني بيطلع نيتو وطويله وطويله وخطر وخطر، وقع هجمه مرتده بتبقى خطر جدا وكان مستني ويمسكها شوبير، برافو شوبير. وادي الجهاز الفني والاداري لانجولا، اماميه لحسام حسن، حسام لعظيمه، عظيمه عظيمه واوفر من عظيمه حلوه حلوه، احمد الكاس وتقع وياخدها لوسيو حارس مرمى انجولا، اللي سيد بخيت وطاهر النجار الدهاني قالوا ان قابل لحسام بره 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 معلش. واول انذار لحارس المرمى عشان اضاعه الوقت، انذار لوسيو احمد الكاس مره ثانيه وتطول، وايمن منصور ايمن بدماغه وحسام حسن وضربه ضربه مرمى بيقول ان جت في اللعيب اسامه، و تاني هجمه مرتده مجدي طلبه ويمسكها حارس المرمى رحله هديه بالعرض كله. بيتقدم فوزي اهو وماشي حسام حسن لفوزي، هو جول هو جول وتطول وتعمل دي جول وياخدها لوسيو، مجدي اوفر من مجدي ويطلعها لوسيو بصعوبه، وكبار المسؤولين الدكتور كمال الجنزوري اي كابتن جوهري زي ما حضراتكم شايفين وصفر رشيد بن خديجه حكم اللقاء بانتهاء الشوط الاول، والنتيجه التعادل بدون اهداف بين مصر وانجولا. اسامه عند عظيمه وتقلش ويحصلها عظيمه فعلا قبل الخط ويمشي كويس وبالعرض 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 وتقع ويطلعها ايفو احمد وبالعرض تتلعب ايمن منصور، هو والجول هو والجول وتقع من ايد الجول وضربه ركنيه، بيلعب في اليمين عند عظيمه وبياخد له مكان هادي ومشي عظيمه وبيعمل اوفر وفي حال الجول وبره بره ضربه مرمى. وادي الجهاز الفني والاداري منتخب مصر والمقصوره، فوزي جمال ايضا من عنصر الخبره الموجود، واسماعيل بيعلي وتنط وفوزي جمال مره ثانيه وتاني رجع وحسام يا 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 ايوه عايزين نصحى اهو بتتصلح. ادي فوزي جمال وجهد كبير وبيعملها على حسام حسن وبياخدها على طول ويطلعها جول بصعوبه، وهادي هيلعبها المره دي اوفر وحسام وجول 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 وجول.
وجول 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 حسام حسن. لسه بقول واحدة تفك النحت. يا 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 هنشوف اللعبة مرة تانية. كابتن يسري مرزوق متابعنا وبيجيبها لنا مرة تانية عشان يزود فرحتنا. اهو حسام اهو صقر لعبها على طول في ثانية. يا يا ما شاء الله. ايمن منصور وتنط ومرة تانية تتصد وترجع. لازم باولو ايمن منصور. يلا ايمن يلا ايمن عايزين نشوف النهارده حاجه منك. وايمن يحاول وفعلا تتاخد. واسامه ولعبه بالعرض وحسام حسن. حسام يا يا هادي وجول. يا غلط بره فوق. كان نفسنا نقول وجول وجول وجول. حسام حسن وفي شويه عنف لكن معلش. هادي خشبه. يلا يا هادي ورينا واحده. اه بره اه كده. وياخد اسماعيل. يلا يا اسماعيل وماشي. اسماعيل وماشي ويفوت ويخش من المنطقه والحكم بيقول ما فيش حاجه. يلعب احمد الكاس راجع وتنط وخطر وبرافو اشرف ياسين يطلع وبره. دكتور كمال الجنزوري والكابتن عصام عباس استاذ عبد المنعم عماره كلهم في المقصوره حضراتكم شفتوهم وبينزل القوه تاني. هادي خشبه. يلا هادي يلا هادي وماشي. هادي كويس وماشي وبتزح وضربه حره مباشره خارج منطقه الجزاء. كل الجهاز الفني قام اهم. كان هيمشي ولو خطوه واحده كان جوه منطقه الجزاء. وانذار انذار عارفين طبعا احمر يعني ده عنده انذار قبل كده وعشان كده طبق التعديل اللي جه في القانون قال للاعب ياخد انذارين في مباراه واحده. يطلع له الكارت الاصفر ما يفيد الانذار وبعدين يلحقه او يتبعه بالكارت الاحمر يعني ده الانذار الثاني في المباراه. عشان كده يا كابتن انت تستحق الطرد مع السلامه بره. كمل انجولا الربع ساعه الباقي ب 10 لاعبين وبسرعه ويطلع شوبير ويمسكها. برافو احمد شوبير برافو شوبير. وهياخد له مكان حسام حسن. حسام عرابي بياخد له مكان حسام وعمل اوفر الناحيه الثانيه وعند ايمن منصور وجول وهوبا وتمسكها الجول. لوسيو يمسكها. يا ايمن دي كانت فين. وبيصفر رشيد بن خديجه بانتهاء الشوط الثاني والمباراه والنتيجه تقدم منتخب مصر او فوز منتخب مصر بهدف احرزه حسام حسن في دقيقه 18 من الشوط الثاني. عايز اقول لحضراتكم حاجه مهمه جدا انه اولا امبارح المباراه اللي عرضناها كانت مباراه مصر وتونس في بطوله كاس العرب بالاردن والجماهير اللي شفناها دي كلها كانت جماهير مصريه والهدف كان لطارق سليمان والبطوله دي فيها مفارقه نادرا ما تحدث. احنا لعبنا اظن اربع مباريات في المجموعه. المجموعه كانت خمس فرق اللي بتاخدني الذاكره يعني. وبعدين جينا في السيمي فاينل كنا مع سوريا كان وان سايد جيم لكنه اتعادلنا بدون اهداف وخرجنا بركلات الترجيح. ثم لعبنا النهائي امام الاردن وكسبنا يا اتنين يا تلاته مش فاكر يعني. وخدنا المركز الثالث والبطوله دي كلها لم يدخل مرمانا هدف وخدنا المركز الثالث في البطوله في سابقه غريبه جدا من النادر ان تحدث يعني في كره القدم. فامبارح كانت بطوله رسميه هي بطوله العرب. المباراه دي الحقيقه كانت في تصفيات كاس العالم والفريق الانجولي كان فريق قوي يعني كان فريق جيد في التوقيت ده وكان ماتش صعب. هقول لكم بقى على الشخصيات اللي في المقصوره يعني وبرضو يعني نتذكر كده بكل الحب. ده دكتور عبد المنعم عمارة كان رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وده دكتور كمال الجنزوري كان رئيس الوزراء اللي هو حرب الدهشوري كان رئيس الاتحاد وكابتن عصام عبد المنعم يا إما كان وكيل الاتحاد أو كان عضو مجلس إدارة في الاتحاد. دي الوجوه اللي أنا لو كملتوا لي الصوره كمان ممكن اقول لكم مين الباقي يعني بس اشوف الصوره كامله اذا كانت في صوره اكتر من كده. ده سمير زاهر اللي حاطط السيجار فوقه ده كاب سمير زاهر. شوف الدنيا عامله ازاي يا جماعه والدنيا سبحانك يا رب بتمشي ازاي وبتتحرك ازاي. دي المقصوره. سمير زاهر كان اظن نائب تقريبا مع اللي هو حرب الدهشوري تقريبا كده يعني. اما اجيب لكم بقى الجهاز الفني عشان اقول لكم برضو الاسماء لانه اتغير علينا اجهزه فنيه كتيره جدا بقياده الكابتن جوهري. وكابتن جوهري كان دائما وابدا
يعني بيحب يعمل مفاجآت. يعني انا نمت كان الكابتن حازم كرم وهو مدرب الحراس، صحيت لقيت الكابتن حسن علي. كابتن حسن علي ناس كتيره ما تعرفش انه تولى تدريب حراس مرمى مصر في وقت ليس بالقليل. يعني الكابتن حسن علي في مباراه العوده في انجولا حصل لنا موقف طريف جدا، انه اول المباراه كانت اظن السبت او الحد، طاقم الحكام ما جاش لانه انجولا كانت فيها حرب اهليه في هذا التوقيت، فالمباراة اتأجلت يوم، ومن حسن حظنا جابوا طاقم من بلجيكا وده ادانا امان تام جدا. خلينا بقى نحكي مع بعض نقول مين الجهاز الفني اللي حضراتكم شايفينه. طبعا ده الجنرال، ما ينفعش تقال جنرال غير على الكابتن جوهري بس، يعني في الكرة المصرية ما تروش على حد تاني جنرال، كابتن جوهري بس هو الجنرال لانه كان قائد. على شماله الكابتن سمير عدلي، وراهم الدكتور احمد ماجد، وراهم ده كابتن حسن علي، على يمين الكابتن جوهري كابتن علاء شاكر مدرب الحراس، الاسمراني ده ايمن رجب لاعب النادي الاسماعيلي السابق. هجيب لكم كمان رضا عبد العال، ده اللي ورا الصغير خالص ده، ده رضا عبد العال كان احتياطي في هذا اللقاء. هجيب لكم بس التغيير عشان تشوفوا تعرفوا مين اللي خرج ومين اللي دخل، ده مهم. اولا اسامه عربي كان اساسي في هذا اللقاء، كان في اسماء كتيره جدا لعبها كابتن جوهري عكس ما كان يشاع انه عنده عدد بس من اللاعبين، لا كابتن جوهري ادى فرصه لعديد من اللاعبين. اللي نازل ده حسين عبد اللطيف، واللي خارج ده اعمل لكم سابقه لو عرفتوا مين، مش هقول لكم اسمه دلوقتي. الحكم كان تونسي رشيد بن خديجه، وده كان واحد من الحكام اللي بنتفاعل بيهم. دي مسابقه للساده المشاهدين تقولوا لنا مين اللي خارج ده، على فكره هو كان لعيب في النادي الاهلي. بصوا الملعب على اخره، المقاولين العرب على اخره على اخره، ولا في شغب ولا في خروج عن النص، ويوميها الهدف اتاخر. المهم لما لعبنا مباراه العوده في انجولا كانت يوم اثنين. بصوا الملعب يا جماعه، بصوا الملعب، ادي ده الاركان، ده المراقب الجزائري. رجع الصوره بس وانا اقول لك تاني، هرجع لك للعيبه. كنت بتشرف، انا كنت كابتن منتخب مصر في الفتره بالعيد، الاركان الجزائري حد كان حكم سوبر سوبر، وامبارح الحكم اللي كان بيحكم مصر وتونس كان محمد حنصر الجزائري، من اطيب مخاليق ربنا، شخصيه طيبه طيبه غير عاديه. دكتور عماره بالشكت والمعتاده اللي هو حرب الا ليت الشباب يعود يوما، ودايما هما الاثنين شباب، دول كبار المسؤولين. ده منتخبنا حسام حسن، اسمع بصوا كم التركيز وكم الخصيه، حسام اسماعيل هاني رمزي اسامه عرابي ايمن منصور، اللعيب اللغز اللي بقول لكم عليه، مسابقتنا النهارده احمد الكاس، مجدي طلبه، فوزي جمال، اشرف قاسم، وانا كنت ميها، كان ليا شرف ان انا اكون كابتن منتخب مصر في هذا اللقاء. الفانله دي على فكره كانت هي الموضه ساعتها، وكانت طالعه مع كاس العالم. انا كنت غاوي الحاجات دي الحقيقه يعني. المهم انه في مباراه انجولا بقى العوده كان الحرب الاهليه على اشدها هناك، واحنا كنا خايفين نروح نلعب، لك الاتحاد الدولي قال لك هتلعبوا دي تصفيات كاس العالم هتلعبوا، فكان بيدربنا كابتن حسن علي، وكابتن حسن علي من الشخصيات الطيبه جدا يعني. بعدين واحنا بنتمرن فلقينا ايه طيارات شغاله كده، فالكابتن حسن علي بيخاف يعني شويه، وبعدين شويه جت طياره وطيت جدا كده، فالكابتن حسن علي صرخ وجري ما لقيتوش، قعدنا ندور عليه بجد في وسط تمرين مش لاقيينه، والماتش بكره، فلقيناه مستخبي في اوضه اللبس. اللي حصل سالنا الطيارات دي بتعمل ايه؟ قال لك دي بتروح بس تضرب معاقل المتمردين، كان بيقودهم سافينبي ساعتها، تضرب معاقل المتمردين وبترجع تاني. واحنا شغالين في التمرين عادي اتعادلنا هناك 0-0، ووصلنا لمباراة زيمبابوي اللي كسبناها هنا لو تتذكروا حضراتكم 2-1، وبعدين الاتحاد الدولي لأول مرة في سابقة لم تحدث في التاريخ عاد المباراة، كان الحكم ديرامبا الجابوني، وده كان حكم زي كده بتاع موريشيوس، وكان سيء السمعة جدا 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 إلى أقصى درجة، ويعني للأسف تم شراؤه، وكتب تقرير مزور ومزيف بالاتفاق مع لوران فابيتش كمدرب زيمبابوي. اعيدت المباراه في اليوم في فرنسا وانتهت بالتعادل 0-0، وزيمبابوي لعبت المباراه الفاصله والحاسمه مع المنتخب الكاميروني وخسرت ذهابا وايابا، وتاهلت الكاميرون على حساب زيمبابوي، لكنه الحمد لله
رحناش لان كاميرون خدت 6-4 في 5 كانت الحصاله بعد العروض الرائعه في 90 بوظتها تماما في 94 وخسرت كتير جدا. دي مباراه زامبيا ده بص زيمبابوي اسف. بصوا حضراتكم عايز العب الكره هنا بسرعه راحت. ده كان انساوا اسمه وساعتها انا فاكر انه كان الله يرحمه الاستاذ طلبه صقر كان بيكتب في الوفد وكان دايما غاضب مني يعني ما تفهمش ليه، فقعد يكتب على الكره دي كتب اكتر من 22 مقال كلهم بيؤكد ان دي ضربه جزاء وان الحكم او درامبا او الجابوني. بس مباراه لطيفه وجميله ولا فيها مشكله خالص ولا فيها مشكله على الاطلاق. مباراه كانت نقيه ونظيفه. ده اشرف قاسم حط ضربة الجزاء وحسام حسن كنا مغلوبين 1-0، حسام حسن سجل الهدف الثاني وكنا خلاص يمكن احنا صرفنا المكافآت كمان بتاعة التأهل للمباراة الأخيرة. أدي أحمد الكاس لحسام حسن جول جميل في جروبلر الحارس الزيمبابوي قال هو كان حارس ليفربول من الأشهر الحراس. بصوا الناس هتتجنن الملعب على آخره كله على آخره كله من أوله لآخره. ادي كله الاحتياطي مع الاساسي والهدف. بصوا الكاس ده كان حته لعيب. يا خبر ابيض عليك يا كاس، يا خبر ابيض عليك يا احمد يا كاس وعلى لمساتك. ما اعرفش الكاس ده ما احترفش ازاي، ما اعرفش حسام حسن ده ما كملش في اكبر الفرق الاوروبيه ازاي يعني كان لازم يكمل. حسام حسن ده كل مره اقول له ابني انت عملت ما يتعمل. دي مباراه الاعاده كره مجدي طلبه الشهيره اللي نقول له اللي تتحط بالدماغ حطيتها بالرجل، تتحط بالرجل حطيتها بالدماغ، وبرضه احمد الكاس كده كده كانت رايحه جون. والله عمل زي ميسي امبارح بعد ما ضيع ضربه الجزاء ردت له راح عملها بدماغه كده حطها بره، بس هم كده كده كانوا كسبانين. اللي كان ورا اللواء حرب الدهشوري ده كابتن عزت ابو الروس نجم الاهلي الشهير واحد اشهر مدير الكره في النادي الاهلي، وكان مشهور بالضبط والحسم، كان من الشخصيات المحترمه جدا، وبرضه من حسن حظي ان انا اشتغلت تحت ايده كلعيب. لكن كان في الظروف الصعبه بتاعت مايكل ايفرت وكان النادي الاهلي بيمر مرحله تغيير جلد والراجل ما حبش انه يكمل وقدم استقالته وما زال عطاؤه مستمر حتى هذه اللحظه. من الشخصيات الجميله كمان كابتن عزت ابو الروس سواء كلاعب او كاداري او كمسؤول، الحقيقه كان من الشخصيات الممتازه جدا 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 جدا. يعني ايام جميله بنحاول نفتكرها ونستعيد الذكريات الجميله مع بعض. انا بس الحقيقه النت عندنا للاسف مهنج يعني بيشتغل بطلوع الروح، فعايز اجيب لكم النتائج اللي شغاله. ناخد بعض اتصالات حضراتكم الهاتفيه. طارق مساء الخير. مساء الخير يا فندم. ازيك يا طارق؟ اهلا بيك. من دواعي سرور سيادتك ان انت اشتغلت مع الكابتن عزت ابو الروس، واحنا من دواعي سعادتنا ان احنا نتكلم مع سيادتك. ربنا يخليك يا طارق. من حسن حظي ان انا يعني الرعاه الحرام، انما انا اترهنت مع سيادتك امبارح. مش انا بطلب جلا ولا هقول سعاده رئيس مجلس الوزراء هيوافق ولا بتاع، لكن احساس قلبي بهذا الرجل الكادح المكافح من اجلنا جميعا، فربنا يبارك له ويكرمه. لنا احنا بقى سيادتك دور بعد ما معاليه عمل الكلام ده كله لازم نكون عند حسن ظنه ونثبت له انك طبعا سيادتك عارف ان احنا بلد طيبه، كل حاجه نقول للسيد رئيس الجمهوريه والسيد رئيس مجلس الوزراء، فالناس اللي بتشتغل تحت قياده سعاده رئيس مجلس الوزراء لابد ان يكونوا عند حسن الظن وان يغتنموا الفرصه لاعبين واداريين واعلاميين وان يثبتوا ان هم عند حسن الظن وان كل شيء لابد ان يكون واضحا ومحبا من اجل مصر. الحاجه المهمه جدا جدا اللي انا عايز اترك لها اثر مع سيادتك، سيادتك عارف ان الانديه الرياضيه يعني انا شفت مناظر في الماتشات اللي فاتت والكلام ده، لابد ان يكون وزاره الاوقاف وعلى راسها السيد الوزير محمد مختار جمعه لابد ان يكون الدواعي الاسلاميه والناحيه الانسانيه لابد ان ندخل الانديه الرياضيه حتى نبلغ اللاعبين الرساله التي من اجلها نلعب في حب مصر وان يكون كل واحد يخاف على الاخر من اجل حب مصر. وشكرا لك. شكرا جزيلا. نبوي مساء الخير. مساء كابتن مصر. ازاي صحتك؟ ايه الحاجات الحلوه دي؟ الله يخليك يا حبيبي ربنا يكرمك. اولا يا كابتن احمد النجم ده الكابتن محمد عبد العزيز عظيمه ابن الشرقيه اصلا. عظيمه صح برافو عليك، كنا عايزين نصعبها شويه يا عم نبوي على الناس. لا انت عارف انا بقى زيك كده عادل على طول. هو عظيمه صح. طبعا بحييك يا كابتن وهو الكابتن محمد عظيمه ودي كان ايام لا تتعوض ومش هتتعوض تاني، بس ان شاء الله
في امل والبلد راجعه والكره راجعه وكل حاجه راجعه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا مقدم اسامه. مساء الخير يا فندم. الو استاذ. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بحضرتك يا فندم، اتفضل. اهلا بيك يا كابتن احمد، كل الشرف ليا يا كابتن احمد. شرف لينا يا فندم والله، اهلا بيك. اهلا بيك وكل الشكر لطاقم الاعداد عند حضرتك والناس اللي ردت عليا، يعني الناس في قمه الاحترام والادب. لا اهلا بيك يا فندم، تشرف، اهلا بيك. اهلا بيك كابتن احمد. انا توجهت امبارح يا كابتن احمد لوزاره الشباب للمكتب المهندس خالد عبد العزيز. ايوه. قابلني بكل الحياه بالكبير الاستاذ كريم. يعني رحت بمقترح خاص بحل الازمه فيما يخص التشجيع، حل الازمه تنظيميا اولا ثم امنيا. وبكل شكر للاستاذ كريم وجهني للمساعد الوزير الدكتور اشرف صبحي، والدكتور اشرف صبحي وفر من وقته في على طول يعني وقعد معايا وسمع المقترح واهتم جدا، وفي نفس الوقت عمل ورشه عمل بيني وبين الدكتور تامر عبد العظيم والدكتور محمد من الاداره الفنيه. نعم. ويشرفني كل الشرف حضرتك لما تطلع على المقترح، يشرفني اعرف رايك. نعم. اشكرك، يا ريت تبعته لنا واكون شاكر لحضرتك، واوعدك ان احنا نعرضه، وبشكر المسؤولين اللي اهتموا بحضرتك وقابلوك واستمعوا اليك بكل انصات. ان شاء الله عز وجل حضرتك تشرفنا كمان تعرض هذا المقترح على الهواء مباشره. بشكرك لاهتمامك، بشكرك انت لاهتمامك وان انت بتحاول بقدر الامكان. اعتقد كده الجيش متقدم يا جماعه شوطين، اعتقد كده نعرف ناخد تامر. مساء الخير يا تامر. ازاي صحتك؟ الحمد لله تمام. اتفضل يا تامر. انا اللي كلمت حضرتك امبارح على منكرية ابو سلم. احنا عندنا، انا امبارح ما كنت مذهول بس ان انا وصلت لحضرتك وعرفت اكلمك. اتفضل يا فندم. عندنا مشروع انه مستشفى اورام منشور من 2010 ولحد دلوقتي موقوف، هو مبني وكل حاجه بس موقوف بقى على حاجات ايه؟ التشطيبات يعني موقوف عشان فلوس وبتاع. نعم. وعندنا حاجه ثانيه برضه. عندنا بلدنا بتعاني من فساد كامل. من ايه يا فندم؟ من فساد كامل. فساد. اراضي زراعيه، استصلاح، بتتملك لناس وتبني مخازن واحنا مش عارفين ناخد حته ارض. يعني ارجو ان انت تتكلم وزير الشباب والرياضه يبص على القريه دي. احنا فينا احنا حوالي 30,000 شخص. 30,000 شخص في البلد دي. نعم. مش عارفين نعمل مركز شباب. كل واحد عايزه مجلس الشعب يجي يقول لك هعمل لكم هعمل لكم وما يعملش حاجه. تمام. وعندنا مصرف اسمه مصرف اسكندر. المصرف ده جايب للناس كلها في شكلها. ردمنا نصه ايام فاروق الديب الله يمسيه بالخير لما كان في ادويه مجلس الشعب. ايام مين يا فندم؟ ايام مين؟ ايام فاروق الديب ما كان في ادويه مجلس الشعب. تمام. ماشي. فاضل نص المصرف دوت ومحدش بيسال ولا حد بيعمل اي حاجه يا كابتن احمد. فانا ارجو من حضرتك ان انت توصل صوتنا لوزير الصحه على المستشفى والناس المسؤوله ان هم يبصوا علينا شويه. نعم. لان احنا بنعاني من اهل بلد. يعني اهل بلد. قول لي اسم القريه تاني. ولا بيعملوا اي حاجه. اسم القريه ايه؟ اسم القريه قريه ابو سنه. ابو سنه. احنا اللي ابو سنه. نعم. الطلعه بتاعت الدائري وحضرتك جاي من طنطا. القليوبيه. الطلعه بتاعت حضرتك كنت من طنطا. مركز شباب، مركز شباب ومستشفى الاورام. اشكرك يا تامر. معانا استاذ هاني. مساء الخير يا هاني. مساء الخير يا كابتن. مساء النور عليك. الحمد لله. اتفضل يا هاني. انا هتكلم بس نقطتين ثلاثه كده بسرعه. يلا. كنت جبت امبارح في اخر الاولان لعيب اللي حضرتك بتسال عليه ده محمد عبد العظيم. عظيم. محمد عظيم صح تمام. اللي هو كان محترف اعتقد درجه ثالثه او ثانيه في درجه ثانيه في المانيا صح. نعم. ولعب في كاس الامم 92 مع كابتن بوهر. نعم. بالنسبة آخر حاجة امبارح جبتها في البرنامج بتاع امبارح اللي هو الشغب اللي في اليونان. يعني نتيجة اللي حصل ده ده كان في ملعب نادي باناثينايكوس اليوناني. نتيجة اللي حصل ده هيلعب الدور الثاني كله بدون جمهور. خلاص يعني باناثينايكوس كل الدور الثاني بدون جمهور. وبينافس على الدوري باناثينايكوس الثاني في الدوري بعد اولمبياكوس. فهيلعب الدور الثاني كله بدون جمهور. تمام. دي حاجة، الحاجة التانية اتقبض على 22/1 اليوم ده. بره الاستاد اتقبض على 22/1 منهم كان 8 كانوا في اجازة كانوا في التجنيد، هم اصلا مجندين يعني في الجيش اليوناني فكانوا في اجازة وكانوا حضروا الماتش.
الثمانية دول خدوا سجن سنة زيادة عن التجنيد، يعني مش سجن يعني هيخدموا سنة زيادة في الجيش اليوناني. والباقي خد أحكام مختلفة. خدوا خلاص أحكام على طول؟ خدوا أحكام على طول بعد أربع أيام. بعد أربع أيام صدرت الأحكام. بعد أربع أيام خدوا أحكام، بس اللي هم اللي كانوا في الجيش اليوناني كانوا أجازة. خدوا سنة زيادة. خدوا سنة زيادة. 10 شهور بالظبط خدوها زيادة. ودي كانت تاني يوم على طول. فما استنوش يعني. ممكن تقولي الأحكام كانت إيه؟ الأحكام كان في حاجات سجن شهرين ثلاثة وستة، وكان في ناس خرجت بغرامات. يعني أقصى حاجة كان 6 شهور. دي أقصى حاجة. والنادي الدور التاني كله من غير جمهور. النادي الدور التاني كله بدون جمهور، وكان في غرامة مالية أنا مش متذكر الغرامة. تمام. ماشي. الدور التاني كله بدون جمهور، والمباريات اللي بره أرضه مفيش جمهور من نادي باناثينايكوس هيحضر يعني. تمام. حتى المباريات اللي بره أرضه هيبقى في جمهور على طول يعني. ما خدوش وقت. لا 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 ما خدوش وقت. والكلام ده بعد 3 أيام على طول يعني. القرارات بتاعت اتحاد الكرة اليوناني، الماتش كان يوم سبت، يوم الحد اجتمعوا رغم ان هو اجازه، والقرارات طلعت يوم الحد يعني. ما استنوش اليوم الاثنين اللي هو اول يوم عمل يعني. دي نقطه. النقطه الثانيه، انا امبارح طبعا كان في ماتش مانشستر سيتي وبرشلونه ويوفنتوس وبروسيا دورتموند. انا والله ما اتفرجت على الماتشين، انا كنت بتفرج على ماتش الجيش، نادي الجيش ونادي الجيش القطري في البطوله العربيه للكره الطايره. الصراحة الماتش شدني جدا. هم كانوا بيلعبوا مش نادي الجيش القطري، هم كانوا بيلعبوا برضو منتخب صربيا، لان كان كلهم لعبة محترفين. واحد نعم. 9 من صربيا و3 من قطر. ومنهم واحد بس هو اللي بيلعب من قطر، والباقي كله هو اللي كان بيبدل. فكانوا بيلعبوا منتخب صربيا، وكن ما اتفرجتش على ماتش خالص في الشامبيونز ليج. اتفرجت النهارده بس على امبارح على ماتش نادي الجيش القطري. الحاجة الثالثة طبعا، الواحد مبسوط ان الدوري هيرجع ان شاء الله الحمد لله يوم 20. فاعتقد في فترة، في حوالي 20 او 22 يوم قبل عودة الدوري، فاعتقد ارجو ان يتم الملاعب بتاعتنا، يحاولوا على قد ما يقدروا يظبطوا الملاعب اللي بيتلعب عليها مباريات الدوري، لان زي ما حضرتك قلت ان في تقرير هتعمله بتاع الملاعب. وارجو ان الملاعب بتاعتنا يتم صيانتها في الفتره اللي جايه دي. صحيح. وانا مستني برضو التقرير اللي حضرتك قلته، اللي هو بتاع الملاعب بتاعتنا اللي حضرتك هتعمله في البرنامج. شكرا يا هاني، اشكرك شكرا جزيلا. شمس مساء الخير. شمس مساء النور. رئيس توفيق من قريه ميدون، مركز الوسط يا بن شوي. انا مش سامع. شمس الو. طيب معلش، ناخد الزميل اسامه امام من ارض الملعب يقول لنا ايه اللي بيحصل في الصاله المغطاه باستاد القاهره. مساء الخير يا اسامه. مساء الخير يا كابتن شوبير، مساء الخير على الساده المشاهدين. بحيي حضرتك طبعا من الصاله رقم 3 من مجمع الصالات المغطاه في استاد القاهره، ونهائي الكره الطائره لبطوله الانديه العربيه بين فريق الجيش المصري او طلائع الجيش المصري وفريق الاهلي البحريني. انتهى الشوط الاول كابتن شوبير بتفوق لفريق الجيش المصري ب 25-21، واستطاع فريق الاهلي انه يعود في الشوط الثاني الاهلي البحريني ويفوز ب 25-20. حتى الان كابتن شوبير النتيجه 8-4 لصالح فريق الجيش او طلائع الجيش على فريق الاهلي البحريني. المباراه سجل كابتن شوبير ما بين الفريقين اللي تاهلوا الدور النهائي، اعتقد مقابله سنتين في البطوله بشهاده كل من شارك في البطوله او تابع هذه البطوله. هناك حضور جماهيري كابتن شوبير، سواء طبعا من جماهير عاديه مفقوده او حتى من افراد طبعا القوات المسلحه او المجندين لتشجيع فريق طلائع الجيش. ايضا بيحضر النهارده السيد رئيس الاتحاد المصري للكره الطائره، وطبعا وزير الشباب والرياضه الوالد خالد عبد العزيز، والشيخ علي بن محمد الخليفه رئيس الاتحاد العربي وهو بحريني الجنسيه بهذه المناسبه. طيب يعني انا شايف جمهور وشايف الدنيا حلوه وزي الفل عندك يا اسامه. طيب اشكرك اسامه، هنرجع لك تاني نعرف الدنيا ماشيه ازاي. خلينا ناخد عماد. مساء الخير يا عماد. يا كابتن شوبير اهلا بيك يا عماد. عامل ايه يا كابتن؟ الحمد لله، اتفضل يا عماد.
بقول لك كابتن شوبير دلوقتي اللي الناس يقولوا معلومه، يقولوا معلومه صح ما يقولوش معلومه غلط. يعني ماتش طب تنايكوس واولمبياكوس في الدوري اليوناني اتلعب، الدوري اصلا اليوناني اتوقف واتلغى، خلي بالك كابتن شوبير. لا لا معلش معلش، ده كان من اربع ايام كانت في الدوري اليوناني فعلا، مباراه في الدوري اليوناني. والله ما ماشي، ما الدوري اتلغى اجرى غير مسمى، يعني اتاجل خالص. ايوه هو بص يا عماد، بس عشان واضح ان انت ما كنتش معانا من الاول، هو الاستاذ هاني بيعقب على المباراه اللي بناء عليها تم توقف الدوري العام. قال العقوبات اللي حصلت، المباراة كانت ما بين مين ومين، وبناثنايكوس ترتيبه ايه في الدوري، وبعد المباراة دي اجتمع الاتحاد اليوناني اوقف الدوري وخد عقوبات على فريق بناثنايكوس ونلعب الدور الثاني بدون جمهور ونلعب مباراته كمان خارج ملعبه بعدم مصاحبة جماهير، وانه القضاء اصدر احكام رضيعة ما بين شهرين واربع شهور وست شهور وغرامات مالية، وانه الناس اللي مجندين في الجيش تم مد خدمتهم سنة كمان. يعمل فضل يا عمال. ماشي كابتن شوبير، دلوقتي كابتن علاء عبد الصادق طلع برضه في حاجه ثانيه، كابتن علاء عبد الصادق خرج قال لك انا دلوقتي مفيش دوري، مش هينفع عندي، اهم حاجه افريقيا احسن اكتر من الدوري، انا عايز العب افريقيا الدور الافريقي ابطال افريقيا عندي اهم من الدوري. فين قال الكلام ده يا عمان؟ الكابتن علاء عبد الصادق. قالوا فين؟ قالوا فين؟ نعم؟ قالوا فين؟ ايوه على الموقع. لا لا بص يا عمان، بص لا خد تصريح من واحد كده بيبقى باين عشان تبقى عارف، لانه كابتن علاء معانا احنا هنا عامل حوار مع زميلنا في تونس وليد قاسم، واكد ان هم بيسعوا لعوده الدوري العام، وبتمنى في الجزائر اسف، وبتمنى عوده الدوري العام، والدوري هو المسابقه اللي بيتم من خلالها اعداد الفرق للبطولات. ممكن يسال على اهميه البطوله ايهما اهم بالنسبه له، ممكن يقول لك بطوله افريقيا بتاهلنا لكاس العالم، لكنه النهارده في سعاده، والنادي الاهلي كان اول الانديه اللي ابدت سعادتها بعوده مسابقه الدوري العام. يا عماد اتفضل يا عماد. معلش كابتن شوبير اطول عليك، بس انا اسال سؤال على المدرب الوطني مدرب المنتخب. ايوه الكابتن طارق العاشي بعيد عن الصوره ليه؟ انا مش عارف ليه كابتن طارق العاشي بعيد عن الصوره. طارق العاشي الوحيد كابتن اللي بعمل نتائج بره في مصر وداخل مصر هو كابتن طارق العاشي. كابتن طارق العاشي مسك حرس الحدود ركب بطوله، مسك ام بي عبد المنعم كان سنه اللي قبلها ام بي كان هينزل درجه ثانيه، مسك السنه دي بتصدر الدوري من اول الموسم والاخر السوق ده. قال لك عشان هو الدوري عادي تنين المنتخب والكلام ده برضه، عشان بس قالوا الزمالك او تنين قالوا الزمالك بس، ولا عشان طارق العاشي ما قالش في الاهلي والزمالك. تمام تمام تمام، اشكرك يا عماد، شكرا جزيلا. احمد مساء الخير يا ابو حميد. احمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا فندم. اتفضل يا احمد. الله يبارك فيك يا كابتن شوبير. الله يحفظك. اتفضل. والله انا سعيد بال حضرتك لما جبت مباراه مصر وانجولا وتصفيات كاس العالم اللي هي 94. مظبوط. يعني شوف حضرتك، شوف الكابتن حسام كده وهو بيعرج وبيشجع عشان خاطر المنتخب. نعم. شوف ازاي واحنا كان لاجل حظنا برضه كنا ممكن نصعد في تصفيات كاس العالم 94، وحضرتك كنت حارس المرمى بتاع المنتخب 90، وكنت حكمت حارس المرمى برضه بتاع المنتخب في كاس العالم برضه اللي هو الحمد لله قدر لما شاء فعل، كله حلو الحمد لله، ربنا ما بيجيبش الا الخير يا ابو حميد. حضرتك انا مش وايد، بس انا والله يعني من عشاق حسام حسن. والله حسام حسن مين ما يحبش حسام حسن؟ والله يعني الاخلاص والروح كده وكده. شوف انتصارات مصر يعني كتير على ايدي، من تصفيات كاس من كاس عالم من كاس افريقيا اللي هو 98، يعتبر كاس افريقيا 98 ده يعتبر حسام حسن هو اللي جاب. بص اشكرك يا ابو حميد، ما فيش لعيب بيجيب بطوله لوحده، لكن كان عامل رئيسي، كان دوره مهم جدا جدا، وكان هداف البطوله وتفوق على نفسه الحال، لكن دايما اللعبه الجماعيه الكل بيشارك فيها سواء لاعبين او مدربين او اجهزه. بشكرك شكرا جزيلا. محمد مساء الخير يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك. ازيك يا كابتن شوبير؟ يا هلا بيك يا ابو حميد، اهلا بيك. طبعا احنا من اهل اسماعيليه ولجانا لحضرتك. اتفضل. حضرتك البرنامج بتاعك قوي ومؤثر. الحمد لله. متاكد؟ قول يا رب. طيب انا سجلت قبل كده مع حضرتك حلقه كان مع حضرتك الوزير المحافظ الاستاذ عبد المنعم عماره. نعم. اللي هي كانت تحقيق عمله الاستاذه نانسي القاضي بخصوص الملعب بتاع مركز الشباب اللي تسمع عليه. بس الوزير المحافظ عبد المنعم عماره مشي من زمان يعني. ماشي يعني كان حضرتك معاك في الحلقه. كان ضيف، اتفضل يا فندم. طيب. ضيف حضرتك وعملنا تسجيل مركز شباب اسماعيليه اللي فيه تعدي على الارض.
طيب احنا يا فندم من ساعتها رفعنا قضيه وكتبناها وجبنا جواب تخصيص من الاصلاح الزراعي عشان نبني السور ونجل الملعب. تمام. وجينا امبارح بالليل بناس من اللي حضرتك عارفهم اللي هم الجمال اللي طلعوا بعد الثوره دولت. جايبين طواعليه وجايبين لوادر ونازلين ارض الملعب يبنوا برج بسم الله ما شاء الله. جوه المركز شباب الاسماعيليه. جوه الارض يا فندم اللي حضرتك صورت من عندها وخدت التقرير اللي كنت حضرتك بتديهم. طيب حالا هنكلم تاني سياده اللواء ياسين طاهر محافظ الاسماعيليه عشان نزيل هذا التعدي فورا ان شاء الله. بعد اذنك يا استاذ كابتن شوبير قبل ما اتكلم المحافظ. المحافظ ما يعرفش حاجه. وطلعوا ورق للناس ديت من بعد ما اللواء احمد القصاصنه مشي وعمل لنا قرار تخصيص. المحافظ الجديد ما يعرفش حاجه. طب نعمل ايه؟ لا قول لي بس بتزعق اولا بتزعق ليه يا محمد؟ دلوقتي قلنا لك هنكلم سياده المحافظ، قلت لي ما يعرفش حاجه، مش هعرف اكلم رئيس الجمهوريه، هعرف اكلم المحافظ. هكلم المحافظ وهياخد لكم عاد وهتروحوا له بكره او بعده على اكثر تقدير ويعيد الحق لاصحابه بامر الله عز وجل. تمام؟ ماشي يا كابتن شوبير. شكرا يا محمد. مدام منى. مساء الخير يا استاذ. زي حضرتك. ربنا يخليك، زي حضرتك. عامله ايه؟ الحمد لله، والله زعلان. ليه بس؟ عشان حكايه قفل القناه دي والله زعلان. يا ستي والله اطمني اقول لك اكتر من كده ايه؟ حضرتك ما وضحتش وحقنا. طب اطمني انا يا ستي. تقول لنا الاسباب وليه يا ستي والله بقول لك اطمني. يا رب. إن شاء الله. يعني مثلا هتأخروا أسبوع كده؟ نعم. هتقعدوا أسبوع أكتر شوية. أسبوعين زي بعض؟ نقول أربعة. شهر يعني؟ معلش. أيوة. طب يعني مش هيبقى فيه بقى للسجن. خلاص خدت الإجابة مني أهو. لا وهنكون موجودين معاكي برضو خلالها إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله يا رب. أقول أكتر من كده إيه بقى؟ يعني أصل بصراحة يا كابتن شوبير أحسن برنامج رياضي وأحسن ربنا يحفظك ربنا يحفظك. رياضي وأحسن استوديو تحليلي. الحمد لله. بصراحة بقى يا بصي 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 يا مدام منى اللي بأكده لك بأمر الله عز وجل. هنفضل موجودين مع حضرتك سواء استوديو او برنامج بامر الله سبحانه وتعالى، يعني مش هيبقى في سي بي سي 2 لكنه هنبقى موجودين مع حضرتك ومش هنغيب بالشهر كله، برضه هنبقى متواجدين كده نقنقه لكنه والجمع. يعني في وقت قليل هنكون موجودين باستمرار. ويوم الجمعه طبعا انا اقدر استغنى عنكم يوم الجمعه؟ ما اقدرش طبعا. ربنا يخليك. طبعا ويوم الجمعه الجايه دي حلقه حلوه قوي ان شاء الله، يعني استنيها ان شاء الله. والله بستناها ربنا والله يخليك. العظيم اتفضلي يا مدام. اللي تم بالنسبه لموضوع المراهنات وغسيل الاموال والله راح النيابه وبدور راح فين في النيابه عشان اتابعه مش عارف. اصل حضرتك قلت لي 15 يوم لو ما تمش حاجه. لا ما هو اتحول للنيابه. الكلام اخر مكالمه كانت بيني وبين الدكتور اشرف صبحي مساعد وزير الرياضه قلت له، قال لي والله يا كابتن اترفع بمذكره قويه جدا للنيابه والحقيقه كتر خيرهم بعتوها لي والمذكره كانت ممتازه او قرار الرفع للنيابه كان ممتاز، فاحنا دلوقتي بنمشي بس وراه في النيابه بامر الله عز وجل يعني ان شاء الله خير. نعم ان شاء الله. انا نفسي افهم يعني باماره ايه حاطين فرانك ريكارد في ال دي مالهاش اماره معاكي بقى، دي مالهاش اي اماره. يعني برشلونه كان هيقع وكان حالته يرثى له لها. راح اظن السعوديه نفس الحكايه. يعني بأمرت ايه؟ ولا بأمرت هو عشان انه وخلاص؟ لو تفتكر حضرتك قلت لو عايزين، انا قلت لو عايزين نجيب لعيب كويس نجيب ريكارد، لو عايزين نجيب مدرب كويس نشيله. مارادونا مفيش احسن منه. ايوه صح. كمدرب ما ينفعش. عمل ايه مع منتخب الارجنتين؟ ما ينفعش. بلاتيني نفسه لما درب فشل راح مبطل تدريب. يعني اصل مش كون الواحد لاعب ممتاز يبقى مدرب ما حصلش. المره دي ضم صوتي لصوتك 1000%. انا مستغربه ان هم حاطين ترشيحات. طب افرض انها اتفضفض وهو وافق وجه. على فكره مجرد حاجه هو اقل واحد رقم خلي بالك. لا هو مع احترامي الشديد لكلام حضرتك هو اساسا مش مدرب. لا هو مدرب على قده. ده على قده قوي. وبعدين دام ان شاء الله باذن الله والف مبروك عوده الدوري. الحمد لله. الكوره بقى يورينا كرامه. كل الانديه سواسيه. العدل لو مشوا بالعدل مش هيحصل. بس عارفه انا مبسوط من حضرتك في ايه يا مدام منى؟ في ايه؟ انك ست طبعا اولا شديده الاحترام ده ما فيش فيه فصال يعني. ربنا يخلي حضرتك. وانت لما حتى كنت متبنيه وجهه نظر الالترس في البدايه وكنا بنختلف باحترام على الهوا لو تفتكري، وبعدين لما اكتشفت الحقيقه كنت اكتر واحده بتنقضي باحترام برضه. والان واعتذرت لحضرتك. لا مش اول مكالمه. والله ما محتاج اعتذار ابدا. لا وحق حضرتك عليا. لا ربنا يكرمك. وكمان دلوقتي ان انت رغم اهلاويتك لكن عايزه الانديه يبقى لها دور ودور مؤثر وبلاش الدلع والكلام الفارغ اللي احنا بنعمله ده يا مدام منى. ايوه ولجنه المسابقات ما فيش حد كبير. ايوه كله بالظبط كده يعتبروا الانديه اولادهم. هو حضرتك لو عندك خمس اولاد او سته او ثمانيه او زينا احنا كده سبعه
ما كنتش ما كناش بنحس ان في انتوا بس سبعه، انتوا سبعه اخوات، انت قلتي عندك بنوته واحده. احنا سبع اخوات، ربنا يخليكم لبعض. محمود مختار بيكلم حضرتك، وست بنات، ربنا يخليكم لبعض، كلهم كويره وكلهم اهلاويه، كلهم. لا ده احنا ده شرط اساسي. طيب والله بتفضل. العظيم الحمد لله، وحتى في النسب كمان نسال. لا عشان احنا كده. طيب. امبراطوريه. انا عندي اتنين اخوات زملكاويه، اتفضلي. معلش الله يعينك. اتفضلي. كل يعني ما حدش بيفرق في فوق مع اولاده، صحيح، يبقى كله يتساوى. الصغير قد الكبير في المعامله، صحيح، ويبقى الدوري هيمشي عدل والعدل. نعم. بيريح، وان شاء الله يا رب نشوف حضرتك على طول. اشكرك شكرا جزيلا يا مدام منى، انا الحقيقه بستمتع بمداخلتها، يعني حد محترم وجميل وفاهم وواعي وعارف، وكره عالميه كره محليه واختلافها جميل ما شاء الله عليها يعني. استاذ غريب مساء الخير. خير يا كابتن شوبير. يا اهلا بيك. الله يخليك يا كابتن. اتفضل يا باشا. دلوقتي في نقطتين يا كابتن شوبير. يلا يا باشا. الاستاذ محمود الشامي كان بيتكلم مع حضرتك وحط نقط جميله. كويس، بس يا ريت تطبق. هو كلام كتير وكلام ماشي لكن التنفيذ يا كابتن شوبير ماشي. ما نلاقيش واحد في الملعب رتبة جايبة صاحبه او جايب ما جميل جايب. برافو عليك، صحيح، تمام. مجلس ادارة جايب ابنه او جايب اخوه او جايب صاحبه، ماشي، دي مسؤولية الراجل المسؤول عن مراقبة المباراة والراجل المنسق الامن يا استاذ شوبير. نعم. اذا لقى جمهور ممكن يلغي المباراة. يا اما الراجل ده يمشي، تمام، الراجل ده من نفس القانون اللي هو متفق معاه، حلو، يمشي، تمام. ادي واحد، لازم يكون في حساب. اثنين، نمرة اثنين، بالنسبه للمنتخب مدرب المنتخب، احنا ليه دايما عايزين نرجع؟ الكابتن حسن شحاته عمل اللي عليه وزياده وحقق بطولات من الصعب ان حد يحققها كابتن. لكن لما نيجي نرجع واخفق في عدم الوصول تاني لافريقيا وعدم الوصول لكاس العالم، نعم، ليه بنرجع تاني؟ احنا النهارده الدوله قايمه بتطلع الشباب الصغير، واحد زي طارق العشري ليه ما يمسكش وياخد فرصته؟ ليه دايما احنا بنحاول نشعبط؟ مع احترامنا كل تقريرنا للكابتن حسن، تمام، ليه ما يخش طارق العشري؟ ولا هي الاعلام بيقعد يعمل تشويش ويعمل شو بحيث ان يبقى اللي جاي هو ده؟ تمام، ماشي يا كابتن شوبير، بشكرك شكرا العشر. بشكرك يا فندم. استاذ شمس مساء الخير. استاذ شمس. الو، اهلا بيك. اهلا بيك. ايوه علي الباشا، مش الله، اتفضل يا حبيبي. عايز رقم تليفون حضرتك يعني. طيب حاضر يا فندم، ادوله يا جماعه، ادوله التليفون. انا كان عندي مشكله في مركز شباب ابو تربان. خدوا تليفون الاستاذ شمس يا جماعه من فضل حضراتكم. استاذ ممدوح. استاذ ممدوح مساء الخير يا كابتن، وحشني، تحياتي ليك. انت لازم تتصل كل يوم، ما ينفعش يوم ويوم. امبارح حاولت لحد ما صايب نغرمك، لكن برضو اتصل يعني، امال ايه؟ طبعا يا كابتن. اتفضل يا استاذ ممدوح. خليني الاول بس اوجه لك شكر لانك انت قمت بحمله محترمه، الحمد لله، والحمله المحترمه ما كانش فيها لا زعيق ولا اي شيء، ملناش في الكلام الفارغ ده، نعم، والناس تشوف. وكانت ختام الحمله دي المكالمه بتاع الست ام عبد الرحمن امبارح، جميله يعني، المكالمه دي اثرت في الواحد جدا. انا كنت عايز اخش، دخلت المدام منى بارك الله فيها، نعم، وبعدين ما لحقناش يعني، نعم. فده شيء جيد ان الناس تفهم ان احنا مش بندور على كلمه لعبه، ما فيش لعبه دلوقتي، نعم، دي صناعة وبيوت، سواء يا رب يكونوا 10 انفار، نعم، دي بيوت شغالة، نعم. فأنا أشكرك جدا، وأتمنى زي ما سمعت من المهندس محمود الشامي إن يكون في تنظيم. أنا ليا بس حاجة صغيرة جدا هي اللي تتعمل. اتفضل. الحكم هو سيد الملعب، نعم، ومعاه المراقب الأمني. قبل بدء المباراة يبص التعليمات ماشية، يقول للتلفزيون انقل ويلعب المباراة، مفيش يتوقف نهائي وما ينقلش نهائي على الهواء الا لما تنفذ التعليمات. حلو دلوقتي. حلو، كلام حلو، حاجه مهمه جدا يا كابتن. نعم. وده تامين لاولادنا ولاي حد، نعم، يعني خلينا نمشي بنظام، نعم. معلش انا اسف جدا، طبعا عايز اشكرك جدا على حديث الصباح وحديث بعد الظهر النهارده على الاعلام. الفكره يا كابتن مش برنامج رياضي، الفكره انك بتخاطب مجتمع، ولما تلمس على الامر ده كان شيء مهم جدا جدا، شيء صعب والله قوي امبارح. احنا يعني مستائين جدا اللي بيحصل، لان انت بتمشي ضد خطوات راجل انت جايبه بعينه. والله 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 العظيم انا صعبان عليا الرئيس، اقسم لك بالله صعبان عليا الرئيس. شكرا يا استاذ ممدوح. استاذ احمد، استاذ احمد اتفضل. اهلا وسهلا يا استاذ، اهلا بيك يا فندم، اتفضل.
دلوقتي يا كابتن صدر ممكن بس تعلي صوتك شويه؟ اتكلم في حياتي. علي صوتك يا ابو حميد شويه كده. سامعني؟ اه زي الفل. تمام. انا اول مره اتكلم في حياتي اصلا في برنامج عموما. اهلا بيك يا ابو حميد. اتفضل. تمام. ويسعدني ان انا اتكلم. شرف لينا يا حبيبي. اول حاجه انا بس عايز اتكلم حاجه. انا سعيد جدا بعوده الدوري العام. الحمد لله. تمام. بس انا عايز اقول حاجه. لازم ما ننساش يا جماعه فكره ان الالتراس. انا واحد من الناس مش قادر انسى ان انا كنت بحضر المنتشر في السادات. انا اهلاوي اول. نعم. بحضر المنتشر في السادات وعارف كويس قوي اللي بيحصل. لازم نخلي بالنا كدوله اللي هيحصل كمان 20 يوم. الدوري هيرجع فرحتي. توقعوا احنا عايزين نخش الماتش ده. اصل الماتش دوت احنا مش عارفين ايه عايزين ندخله. لازم ناخد بالنا من الكلام دوت. وبعدين انا بدي اعمل كلمه بصراحه. انا يعني انا مقتنع ان في ضحايا. لكن بدي اعمل كل شويه شهداء شهداء. وكان الشهاده دي اي حد ممكن يموت يكون شهيد. لازم نتحرك دقه شويه في الموضوع دوت. لان بقى في اليومين دول تجار الدم. نعم حلوه دي قوي. تجار استنى بس مكتب كلمه تجار الدم دي كلمه حلوه قوي. تجار الدم ماشي اتفضل. تمام. ليه؟ لان دلوقتي اللي بيحصل حد يموت يقول لك ده شهداء ولازم يحصل. طب بالنسبه للداخليه الناس بتتعب. الناس بتامن. انا واحد من الناس ممكن اتضايق من موقف اتضايق من حاجه معينه ممكن تحصل. لكن ما اتضايقش من مؤسسه ككل. نعم. ومش هقدر انسى في يوم من الايام انا كنت في تمرد ضد محمد مرسي. مش هقدر انسى في يوم من الايام ان كان التراس اهلاوي واقف في ميدان التحرير بيحتفل بفوز محمد مرسي. نعم. مش هقدر انسى ان التراس الزملكاوي كان تبع حازم صلاح ابو اسماعيل. في الجمهور السياسي. لازم نركز يا جماعه فكره الجمهور السياسي. الجمهور السياسي دي اول واحد قالها حماده صدقي. تمام اتفضل. الجمهور السياسي دوت مش هيسيبنا مش هيخلي الدوله تمارس حقوقها ببساطه. لازم يكون في حزم وقوه. انا شايف حتى الهم بامانه بما يرضي ربنا طبطبه ودلع من الدوله. طبطبه ودلع. وانا نعم. طبطبه ودلع ليه؟ لان انا شايف حتى الادارات حتى ادارات الانديه. شوف النهارده اداره الاهلي واداره الزمالك. انا بحب جدا اداره الاهلي وبحترم جدا اداره الاهلي. لكن مش هينفع ان انت تقعد تعامل الجمهور كان جمهور الاهلي ده كله هو الالترا. نعم. مع ان انا اقسم بالله العلي العظيم واثق ان معظم جماهير الاهلي مش عاجبها اصلا فكره. طبعا طبعا مش واثق. تاكد من ده ضدها. فليه ليه ليه انتوا ليه بتعاملوا ان كل جمهور الاهلي كانه الترا؟ بتتكلموا عن شوف جمال الالترا كانهم هم اللي هيدخلوا الاستادات. دي نقطه. هحكي لك نقطه اخيره معلش ما طولت عليك. لا اتفضل اتفضل. بالنسبه للمنتخب يا جماعه انا بس انا مستاء من حاجه. فكره ايه حسن شحاته مزعلين ليه؟ يعني ان حسن شحاته ممكن يرجع. هو ما بصش ايه حسن شحاته هيمسك ايه. سيبكم بقى من السيناريوهات اللي بتحصل دلوقتي. هي واضحه. بس هي عمليه ايه؟ ترتيب كده طبخه حلوه. ده في مدرب اجنبي هيجي. لا اوبا ما جاش. لو الكابتن حسن جه هو هتحصل. احنا مش مختلفين عليه. انا واحد من الناس مش مختلف على حسن شحاته. لان برضو لان جوزيه لما جه قبل كده مع اختلاف قبل كده الاهلي مش جوزيه وجه بعد كده مدربين تانيين فشلوا. فجه جوزيه رجع كان فيه كتير جدا في الاعلام رافضين. وجوزيه رجع عليه عمل انجازات بس مش هينجح تاني. وجه وعمل انجازات تاني وخد افريقيا تاني وخد دوري تاني. حسن شحاته فاهم طبيعه اللاعب المصري. يكفي ان احمد فتحي امبارح وعماد متعب قال لك احنا عايزين حسن شحاته. طيب. انا عايز المدرب اللي اللعيب اصلا عايزه. طيب. اللعيب اصلا انت تؤيد وترحب بعوده كابتن حسن شحاته. مش عشان انا عايز ارحب بقى. انا شايف لا 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 مش يا سيدي. لا انت دلوقتي قلت شويه نقاط مهمه جدا اخرها انك بترحب وبتؤيد وشايف انه كابتن حسن شحاته هو الانسب صح كده؟ تمام. في حاجه تانية؟ رساله اخيره بس لاتحاد الكوره. انا والنبي عايز بس شويه نشفان بس. نشفان والله كتبت كل حاجه من اتحاد الكوره. اشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك الجميله. معانا مين يا شباب؟ استاذ محمود. وعرفوا لنا النتيجه كام في الملعب. استاذ محمود يا كابتن. مساء النور. ازي حضرتك؟ يا هلا بيك. اسال حضرتك سؤال صغير. يلا. ممكن بس اذا بس بس اذا جاوبتك هتدفع لي ايه؟ اذا زي اللي تؤمر بيه حضرتك. الله يخليك. قول يا حبيبي. هل ممكن تبقى حضرتك ما عندكش طموح اساسا وتقدر تزرع ده في مصطفى ابنك؟ مستحيل. استحاله. ده برضه اللي حاصل دلوقتي في اتحاد الكوره. اللي بيديروا الكوره في مصر. كان كل امانيهم في مراكز الشباب ولا الانديه اللي كانوا ماسكينها ال 10,000 جنيه اللي كانوا بياخدوها من اتحاد الكوره اياميها. مظبوط يا كابتن؟ كانوا بيبوظوا جمعيات عموميه. لا مش هقول لك بقى مظبوط. ده رايك انت حر فيه. طيب بلاش. ما حضرتك عارف ان يبقى في جمعيه عموميه عشان يقولوا قرارات او يصلحوا ياخدوا الشيك ابو 10,000 جنيه فما يحضروش ويبوظوا الجمعيه. انا اثق في الناس دي.
تصلح الكرة في مصر يا كابتن شوبير؟ برضو دي وجهة نظر. لا ما ده 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 لا يمكن يكون عندهم فكر اصلاحي. نعم. بعدين عايزين حسن شحاته، لا مش عايزين هو طب احنا كنا بنمشي حسن شحاته ليه يا كابتن؟ ما كنا ادينا الفرصه بقى كمان لشوقي غريب، ايه المشكله؟ وبل بالعكس ده شوقي كانت ظروفه اسوأ من ظروف الكابتن حسن شحاته. وشكرا يا كابتن. انا اللي بشكرك. نرجع للملعب تاني، والزميل الجيش القطري خد الميداليه البرونزيه في البطوله العربيه بعد فوزه 3-2 على دارك ليب البحريني. ماذا يحدث في اللقاء القائم حاليا النهائي ما بين الجيش طلائع الجيش المصري والاهلي البحريني؟ اسامه كابتن شوبير مره ثانيه دلوقتي كابتن شوبير انتهى الشوط الثالث في احداث هذا اللقاء بفوز فريق الجيش فريق الاهلي البحريني على فريق الجيش او طلائع الجيش المصري 25-22. حاليا الفريقين بيستعدوا. طيب يعني بس سنه بس عشان ابقى ايه معاك، الشوط الثالث للبحرين الاهلي البحريني 25-22، يعني الاهلي البحريني متقدم 2-1. بالفعل يا كابتن شوبير 2-1 النتيجه حتى الان، وطبعا معروف ان الكره الطائره لازم فريق يفوز بثلاث اشواط عشان يقدر يكسب هذه المباراه. ودلوقتي الفريقين بيستعدوا لبدء الشوط الرابع، واعتقد ان المباراه صعبه، مباراه في جال ما بين الفريقين كابتن شوبير. نعم. قويه. الاهلي البحريني فريق قوي وعنده لاعبين يعني عندهم قدره كبيره جدا في التصويت على فريق الجيش المصري وطلائع الجيش المصري. يمكن فريق طلائع الجيش المصري بيتالق منه احمد صلاح وعبد الله عبد السلام، ودول لاعبي المنتخب المصري. واحمد صلاح طبعا هو نجم النادي الاهلي السابق واللي انضم حديثا لفريق طلائع الجيش قبل هذه البطوله مباشره. كابتن شوبير يعني فعلا طبعا قبل النهائي كان ما بين فريق دارك ليب البحريني والاهلي البحريني، ده انتهى بفوز الاهلي البحريني 3-1. اما فريق طلائع الجيش فاستطاع ان هو يفوز على فريق الجيش القطري بنتيجه 3-2، وكانت مباراه قويه جدا لحتى اخر شوط فيها انتهى 15-13 لفريق طلائع الجيش. طبعا مباراه الثالث والرابع زي ما حضرتك قلت فاز فيها فريق دارك ليب البحريني على الجيش القطري 3-2. اشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز اسامه امام. بصوا بقى حضراتكم، الاتحاد الاوروبي الويفا قرر حرمان نادي استوى بوخارست الروماني من جمهوره في مباراتين متتاليتين بالبطوله بسبب حمل جماهيره لافتات عنصريه خلال مباراه امام دينامو كييف الاوكراني ضمن منافسات دوري المجموعات للدوري الاوروبي في 11 ديسمبر الماضي. وفقا لوكاله الانباء الالمانيه دي بي اي ولا دي بي اي، فان الاتحاد الاوروبي قرر توقيع غرامه 20,000 يورو لاستخدام الجماهير اشعاع الليزر والالعاب الناريه داخل المدرجات. كمان غير كده هو كان خسر 2-0 وخرج من البطولة، مفيش هزار. فاصل هنروح الإسماعيلية، خالد الكردي يقول لنا رأي الشارع ايه، واستقبل المهندس احمد مجاهد عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم اللي قدامه اتهامات قد كده اخرها من الاستاذ محمود، هنطرح عليه قد نجد لديه الاجابة. نبض الشارع المصري النهاردة من مدينة الإسماعيلية، مدينة السحر والجمال، ويسعدنا يكون معنا بعض المواطنين لنتعرف منهم على كل ما يدور داخل محافظة الإسماعيلية يخص فريق نادي الإسماعيلي. نتعرف بيك. إبراهيم سيف. نتعرف بيك. أحمد سعد. إبراهيم، عايزين نعرف النادي الإسماعيلي ليه ما بياخدش بطولات غير على فترات متباعدة؟ والله كابتن خالد الأزمة المادية اللي احنا بنعاني منها بقالنا دلوقتي فوق العشرين سنة بنعاني من أزمة مادية وروتين في تخليص الأوراق. يعني احنا حتى حاولنا ان احنا نعمل نادي الاجتماعي وننشئ نادي الاجتماعي، انتهينا من المرحلة الأولى بس مش عارفين نخلص اوراق المرحلة الثانية، روتين بطيء جدا. يا ريت يعني المسؤولين عن الرياضة والمسؤولين عن الدولة شعبيه كبيره وليه جمهور كبير وما يقلش حاجه عن الاهلي والزمالك، نتمنى بس ينهوا لنا الاوراق عشان نقدر ان احنا نعمل حاجه تبقى بعد كده في مصادر دخل ثابته لجماهير النادي الاسماعيلي وللنادي نفسه. يعني وانت شايف هو ده السبب الرئيسي بس لعدم حصول النادي الاسماعيلي على بطولات؟ لا طبعا في اسباب كتير. طبعا النادي الاسماعيلي معتمد على كل مجالسه على رجال اعمال، مع كامل احترامنا لكل رجال اعمال، ولكن احنا عاوزين يبقى في مصادر دخل ثابته نقدر ان احنا نواكب العصر، خاصه ان في دلوقتي ارتفاع ملحوظ في اسعار اللعيبه في ظل احتراف كبير جدا. اللعيبه طبعا مبالغ عاليه جدا، النادي الاسماعيلي مطالب بالمنافسه زيه زي الاهلي والزمالك، لكن كان الله في عونه الاهلي والزمالك عندهم مصادر وعندهم ناس كتير بتقف وراهم وعندهم مصادر دخل قويه وعندهم نوادي وعندهم حاجات كتير تقدر تساعدهم، احنا ما عندناش. تقول ايه النهارده بعد قرار مجلس الوزراء بعوده الدوري العام المصري بعد انتهاء فتره الحداد على ارواح الشهداء؟ والله هو قرار صائب،
والسيد ابراهيم محلب راجل رياضي والراجل كان ماسك قبل كده وعارف ان لو الدوري وقف قد ايه الانديه هتعاني. ولكن احنا طبعا موافقين جدا ان الدوري يرجع وكل حاجه، بس طبعا عاوزين برضو حق الناس اللي ماتت دي ما يضيعش، واحنا واثقين جدا ان هو حقهم مش هيضيع وهيرجع باذن الله يعني. شكرا. احمد عايزين نتعرف منك يا احمد، النادي الاسماعيلي ايه اللي ينقصه لتحقيق بطوله من البطولات اللي هي كان بيحققها الدوري اخرها 2002؟ يا كابتن خالد بينقص الموارد الماديه، بعض اللعيبه كلها بتعاني الموارد الماديه، عندك الاسماعيلي ما حققش بطوله بسبب ان احنا بنجيب اللعيبه، تمام اللعيبه سعرها غالي، ده اول حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا ما بنوصل في مركز متقدم في الدوري او بطوله الكاس، اللعيبه ما بتاخدش فلوسها، بيبقى نفسيتها يعني مش حلوه، اللعيبه بتبقى نفسها تاخد مستحقاتها، تاخد مكافئات انها تحفيزيه، ان انت عارف ان النادي بيمر بازمه ماديه، اي فلوس بتيجي للاعيبه الكبيره، يعني عايزين يعني رجال الاعمال يساندوا النادي والحاج محمد برضه مش هيمسك النادي لوحده. ايه رايك ايه بقى في قرار عوده الدوري وانتوا كشباب شايفينها ازاي؟ والله هو قرار صائب، بس اهم حاجه حق الشهداء يجي. حق الشهداء ده اول حاجه لازم يجي عشان يعني اهل الشهداء وكده، ولازم يجي حق الشهداء اهم حاجه. شكرا ليك يا احمد. شكرا. نتعرف فيك؟ مجدي. كابتن عم مجدي، رايك ايه ان النادي الاسماعيلي ما بحققش بطولات غير على فترات طويله؟ انتوا شايف ينقص ايه النادي الاسماعيلي لكي يحقق بطوله؟ هي الامور الماديه نمره واحد، نمره اتنين ان احنا عندنا اللعيبه حلوه فبتتاخد، الاهلي بيسحب مننا عشان برضه الامور الماديه، والزمالك كذا، كل ما يطلع لنا خمس ست لعيبه حلوين بيتاخدوا، فعشان كده هنعمل بطولات ايه؟ يعني بنعمل بطولات ولما ناخدش بطوله بننافس على الثاني على الثالث والحمد لله، بس هي الامور الماديه اولا واخيرا. يعني انتوا شايفين الامور الماديه وبيع اللاعبين وعدم الاهتمام بقطاع الناشئين، ولا قطاع الناشئين هو سند رئيسي للنادي الاسماعيلي؟ قطاع الناشئين في الاسماعيليه ممتاز واجدع ناس تفرغ كوره في الاسماعيليه، وكل النوادي بتبص لعندنا، بس احنا عايزين يثبت اللعيب مجرد ما جاله عقد كده ولا كده، ما كلها بتدور على مصالح، كل على لعيب عايز يبقى احسن في الاهلي. اتمنى ايه من المسؤولين والتكاتف لنادي الاسماعيلي لتحقيق بطوله وحلم جماهيره؟ يشوفوا موارد كويسه، رجال اعمال بيشتغلوا عندنا لمصالحهم الشخصيه، اللي بيمسك اداره او غيره او غيره او غيره، ما شفناش حد يعني استمر مع الاسماعيلي، راجل اعمال جه بره بخمسه بسبعه بعشره مليون بعد كده يخلص وقته وانتهى، نسي ان هو كان بيعمل حاجه للاسماعيلي. قرار مجلس الوزراء النهارده بعوده الدوري العام بعد الحداد على ارواح الشهداء. لا هو المفروض يرجع الدوري، لان الدوري ده نفس للجماهير المصريه كلها، كل الناس بتحب تتفرج على كوره، بس اذا كان في شويه دخلاء بيخشوا يبوظوا وعكروا صف الكوره ديت، بقى نتحاسب معاه ان ممكن نرجع الكوره من غير جمهور واحده واحده، بعد كده ننزل الجمهور اللي معروفين، وطبعا كل الحكومه عارفه مين الكويس ومين الوحش مين طلعوا ما دخلوش النادي، زي ما كانوا بيلموا اللي هم اللي بيعملوا شغب يلموهم من قبل الماتش، واللي معروف الناس اللي بتحب الكوره بتلعب كوره بتتفرج على كوره. شكرا يا مجد. متعرف فيك محمد ابراهيم. محمود، النادي الاسماعيلي ايه ينقصه لتحقيق بطوله؟ والله بص حضرتك، هو اهم حاجه الاداره تبقى كويسه وتخلي بالها من اللعيبه، اهم حاجه في الموارد الماليه، يعني جون انطوي السنه دي يعتبر هو الوحيد اللي شايل الفرقه تمام، فما يجيش مثلا مبلغ من بره ويقول لك احنا نبيعه عشان خاطر نصرف على اللعيبه، لازم يبقى في مورد ثابت، زي مثلا الاستاذ كمال ابو علي رئيس المصري لما كان بيجيب لهم لعيبه وفي دخل ثابت لمصر وبيجيب لعيبه كانوا كويسين، هو اهم حاجه الدخل الثابت بس النادي الاسماعيلي، يبقى كل راجل زي ناس العثمانيين كده في خمس سنين الناشئين. وقطاع الناشئين في خمس سنين من 97 ل 2002 وصلونا اربع نهائيات بطوله الافريقيه للاتحاد الافريقي والدوري ودخلونا كاس مصر واثنين كاس مصر نهائي، لازم يبقى في دخل ثابت زي الناس العثمانيين كده يمسكوا النادي. تقول ايه بقى لعوده قرار مجلس الوزراء لعوده الدوري العام بعد الشهداء؟ دي حاجه كويسه يعني، نشكر الاستاذ ابراهيم محلب يعني جدا، لان غير الدوري المصري في الانديه للمظالمين تحت دول يعني ما لهمش ذنب الدوري اللي فوق يقف، يعني هم ما لهمش اي ذنب، ولازم برضو اهم حاجه حق الناس اللي ماتت دي يرجع، هم ناس جماهير الاهلي بس، ده رقم واحد، بعد كده فكروا في الكوره بقى.